يا دمزح ما الله يقلع يا عف يا ورع يا ولد الله يقلع الله يقلع ذا يا ولد ايش سوي ولد هذا متى يموت. سلام يا جماعة، شخباركم؟ إن شاء الله طيبين، وجايكم بلعبة هالو نايت. قبل أن نبدأ شباب تنسى لايك، تفعل جرس التنبيهات، وإذا كنت مشترك اشترك انت في القناة، ولا تنسى نشر قناتي. ويلا شباب خلينا نلعب. يا هلا بالشباب مرة ثانية، وهذه واجهة اللعبة هالو نايت. أيوة هذه البداية يا جماعة. اللعب وش السلاسل ذي يا جماعة؟ أكيد الوضع فيه إنه يا هي البداية. اللعب شنو ذا؟ شنو ذا؟ شنو فيه؟ شو ذا الشرير ذا؟ عيون ولا ايش؟ اللعب اللعب وش ذا؟ وش ذا اللي بثلاث عيون ذا ولا جمجمة ولا شنو؟ طيب والبداية الأولى وش هي؟ وهذا هو يمشي، هذا أتوقع الشخصية الأساسية. هذه أتوقع يا جماعة هي الشخصية اللي راح نلعب فيها. أوكي مصابيح الشوارع. اللعب والله بداية حلوة. هو شن هو أصلا؟ جمجمة والله شبح ولا إيش؟ أوه والله كيوت لطيف يا جماعة. بس إيش السيف ذا اللي معاه؟ مظلة ولا سيف ذا؟ ها يا ولد إيه الحركات ذي يا جماعة؟ طبح تحت مدي الروح. ها يا ولد يا ولد يا ولد طح من فوق. اللعب حفر الأرض يا جماعة. يلا بسم الله. ها أيوة إيش اللي فوق ذي؟ هذه أتوقع الأرواح. لعب لعب ما يرحم ذا. شنو فيه؟ إيه بوابة شالها بالسيف. والله سيف مرة خارق يا جماعة. هذا إيش؟ معدي منك حتى من عندي روح. ما كلمته ولا كلمني. إيش ذا؟ يسقع؟ والله ما خطه. اللعب. أوه باب. طيب وش كل شيء في الحياة ينصقع؟ والله صفق صفق بدون أي شيء. إيش ذا؟ إيش ذا؟ إيش ذا؟ هو يعطيك بيض كذا صار. طيب نطلع فوق شكل الطريق فوق ولا إيش؟ تكفى لا تطيح لا تطيح لا. والله اللعبة سلسة وحلوة عجبتني والله صراحة. ليتها حلوة. أح أح لو طحت علي ذي. أيوه ضغط سام تحت يقول لك اوكي اوكي جريت ماركتون. اوكي اها كاك زيادة الارواح. اضغط هذا السام اللي تحت. اوكي كاك انقصت. ايش تقرصني؟ اوه قرصني كلب. والله انقصت روح. قالوا اذا بتضغط ايوه اضغط بي زادت روح. حلو حلو حلو. ما زال امرنا تمام. طب اطلع فوق ولا انزل تحت ولا شو وضعي؟ وخري 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 يا حيوانة وخري. هذا شنو ذا؟ سوي ضعيف ها؟ والله اني عارف من اول بغى يقرصني. كل شيء في الحياه ينكسر. وش ذا اللي طشني تحت؟ يا ولد في الشوك. والله ياخذ ابليسك كلب بغى يطيح على راسي. وين انا رايح طيب؟ ايوه. اوه انهدم المكان. اوكي. وش ذي التماثيل بسوس؟ اها اوكي. اول عطاني قوه الحين. طيب طيب اوكي هذا ما راح ينكسر صح؟ والله الضوء زاد. ايوه ايوه اديل رايح. والله رايح وين انا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله اني احس اني ودعت يا ولد يا ولد. حش ابو الحشايش هذه اللمبه اللي شفناها اول. اوكي معناتي ماشي صح شوارع. اوكي والله يا فيها طرق مرة كثيرة. اوكي العب. اوكي هذا حكيم على عمه. قال كلمة. اوكي خلينا كلمة هنا هنا كلمة. بارالولا بارالولا اسمه إلدر بيك مدري بارالولاك. شو وضعه؟ ايش ذا؟ والله اللعبة يعني لطيفة شويتين. يبا شنو ذا؟ كاكفر رهابي من سليت. اوكي شكرا. هذا ايش؟ طحت بالغلط والله ما انتبهت اني حسب. يلا ده انا امشي يمين في مين. السلام عليكم. العب. هذا يطردني ذا الدب. كف على عينك. والله كف على عينك يا تعبان.
دقيقة طلع لي أشياء ما أخذتها. هذا انصرع هنا يا ولد، انصرع والله. لعب لعب، احنا رايحين وين يا ولد؟ يا ولد كذا عالم مرة رايق اللعبة، والله رايقة يا جماعة. أيوة ادخل هنا، يقول لك هذا شنو هو. دخلني هنا، بلاك إيج. وش بلاك إيج كذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شو عندك؟ هلا مرحبا، هنا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي طيب، بس هذا آخرتها الطريق عندك مسدود من زينك وزين وجهك كذا اللي زفت زفت تعيبان. بارك الله في عدوك، ضياع وقت بس الحيوان ده. عشة والحشايش دي عشة. أتوقع إن في طريق ثاني تعديته أو من تحت من هنا. أخر عني، ما يصير بغى يقرصني. قرصني، أطلع فوق. أوكي أطلع فوق. أوكي من أول تحت تحت هنا. أوكي نكمل نكمل كمل كمل. يا أي ما في ما في دبل. ها شنو ذا؟ سلام قالك أحتاجه ولا روحت. وش فيه؟ وش فيه اللي جايبني كذا؟ الله ياخذ ابليس. مفتاح، لازم نجيب المفتاح. وين المفتاح؟ ما ندري. تحت هنا دوبي. لا ارجع. في مكان مو من هنا، مو من عند ذا، في مكان تعديته هناك. ونسوي ريست هنا يا شباب، اللي هي راحة، ناخذ لنا راحة هنا شويتين ونقوم من المكان. هذا تشيك بوينت لو شفت كرسي زي كذا يا جماعة. اوكي طيب، بما اني طحت تحت هنا يا جماعة، اتوقع اتوقع لي الطريق يسار يا جماعة. اوكي طيب خلينا ننزل تحت. العب الدب، العب الدب يا ولد. اخذت اخذت مدري ايش ذي. طيب ماشيين الطريق تحت. وش ذا؟ وش ذا بخشم يا ورع؟ طيارته تحت ذا. قرصني الكلب. يا ولد يا ولد، بنختصر بنختصر. والله طحت تحت بالمرة. أنا كمان نكملها تحت. احنا تحت بالمرة. وش ذا؟ وين ذا اللي غني؟ هلا والله سلام. هلا والله هيم. هلا يس. هلا شو اخبارك؟ علومك طيب؟ اوكي حبيبي. اوكي يس. اوكي قاك وك ذي. والله اعطاني اعطاني شيء. شكرا لك يا حكيم. انا اعبيها. اعطاني وحده عبيتها. اوكي طيب يا حكيم، اقول لك هذه يا حبيبي اعطاني هديه. ايش بي؟ ايوه الاسهم هنا. اوكي ايش ذا؟ كف على عينك كف على عينك. تعال كانك رجال وقف. والله الطريق مغلق. ايش اللي قرص؟ الله ياخذ. هذا كلب هذا كلب. روح من عندهم. والله الطريق مغلق. اها اتوقع ينفك. لا صقع. لا اعطوني مفتاح. تعال يا ابو بسكه تعال. خذ خذ فك الباب. انفك الباب، انفك الباب، انفكت البوابات يا جماعة، انفكت البوابات بعد ما صفقته. خليني أعبي، أوكي تمام، مرنا طيبة. هنا في طريق، هنا في طريق، هذا شنو شيء يلعب؟ وش ذا؟ وش ذا الله يقلع الحفارات هذه؟ يا ولد، خذ، خذ، والله حفارات يا جماعة، انقلع، فضيلك أنا؟ يا ولد اللي يطيح علي شيء من ذي الاشياء. بعوض. يا ولد اخروا عني. يا ولد حفارات ذي الله ياخذها. والله نجاني منها، الله يقلعها. اخر. ولعب حديد ذي. ماني رايح فوق، بشوف فينا نمشي على سنعنا ممكن. اخر. ولعب ذي مليانه دبه. هذا ضعيف. ها؟ اسمه ضعيف ذا بطويله. لا توخر عني الا بارك الله فيك. اتوقع الامور طيبة، امور طيبة. شباب ما في بوس، ما في شيء. ايش هذا؟ هل انا ماشي صح او اللعبة يعني كذا تختيمة بسيط؟ هذا ايش؟ ها
ضعيف نايم هنا. طيب ايش وضعه؟ مقفل الباب وراه. استيقظ. الله يقلعه يا ولد. امزح. طيب ذا يا ولد صلخني. والله صلخني اقسم بالله. خليني اعبي عبي عبي روح يا ولد. امزح ما الله يقلع يا عف يا ولد. اقسم بالله يرضني رضا الكلب. تعال يا ولد الله يقلع. انا ايش اسوي فيه ذا؟ متى يموت ذا؟ يا ولد ما يموت ذا. امزح 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 امزح. عبي 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 روح عبي روح. لا خير لا خير يا ولد. عبي عبي بقعده. والله ما معي شيء يا ولد. الله يقلع الله يقلع ذا. يا ولد ايش سوي؟ يا ولد هذا متى يموت؟ يا ولد نويني. وش ذا وش ذا وش ذا وش الله يخذه. انفجر. طب فك الباب يا ولد. جمعت منه. فك الباب. طيب يتحرك بطنه. بطنه تحرك يا جماعه. بطنه تحرك يا ولد. عياله يطلع ابوهم ذا. يا ولد فك يا ولد فك 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 يا ولد يا ولد. لا وش ذا يا ولد. يا ولد كثر عياله ذولي. مفتاح مع ذا. مفتاح مع جيب. والله لو ان سوبر ماريو يا غفله يا ولد. راح شرشف. لا بارك الله فيه. وش ذا؟ تف عليك يا حيوان تف عليك يا حيوان. طيب يا شباب وصلت لنهايه اللعب. لا تنسى تدعمني باللايك وتفعيل جرس التنبيهات. واذا ما انتم مو اشترك اشترك انت في القناه. ولا تنسى نشر قناتي. تحياتي لكم جميعا. سلام.